بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. هذا هو ذكر رمضان اللي النبي أوصى به سيدنا سلمان الفارسي في الحديث اللي رواه ابن خزيمة. رمضان له ذكر مخصوص على فكرة، معروف في الحديث الطويل: إن الله أظلكم بشهر عظيم مبارك. الحديث الطويل في وسطه يقول إيه: فاستكثروا فيه من أربع خصال، خصلتان لا غناء لكم بهما عنهما، وخصلتان يحبهما الله. فأما الخصلتان التي يحبهما الله فشهادة أن لا إله إلا الله، اللي هي إيه؟ مع محمد رسول الله، لأن ده عنوان الشهادة. لما يقول لك شهادة أن لا إله إلا الله مش تكتفي بيها، يعني كمل عنوان الشهادتين، يبقى دي الخصلتان التي يحبهما الله ورسوله، فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، يبقى تكثر من ذكر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي. هذه الخصلتان اللي يحبهما الله، كويس، وخصلتان لا غناء لكم عنهما، تسألونه الجنة وتستعيذون به من النار، فتقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. عرفت بقى ذكر رمضان؟ يبقى ده ذكر رمضان. بعد ختام كل صلاة في رمضان تقول الحاجات دي 10 مرات، بعد ختام كل صلاة في رمضان بالذات تقعد تقول كده: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أو أستغفر الله، اللهم إني أعوذ بك من الجنة، اللهم إني أسألك الجنة أعوذ بك من النار. 10 مرات تقول بعد ختام كل صلاة في رمضان خاصة. الحمد لله إحنا في أوردنا بنقولها يوميا في الفجر إيه 100 مرة، مش بنقولها 10 مرات، بنقولها من 100 لـ1000 في الوظيفة الزروقية بتاعتنا: سفينة النجا لمن إلى الله يلتج، فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد، هكذا نكررها 10 مرات. وبيبقى يسبقها الاستغفار الأعظم 3 مرات، وبعدين في أثناءها بنسأل الله سبحانه وتعالى الجنة ونستعيذ به من النار، طول الذكر. فاللي بيواظب على أوراد الطريقة بيقولها، واللي ما عندوش طريقة يعني مواظب عليها أوراد معينة فليكن في رمضان بالذات بعد ختام كل صلاة يقول 10 مرات ذكر رمضان: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أعوذ بك من النار. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها ومعانيها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة. الحديث 20، حديث النعاس في الصلاة. وبالأمس دخلنا في موضوع النعاس وأنه قهر الله به عباده وأنه قاهر فوق عباده، وتكلمنا فيما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى، ما قدر الله حق قدره بالفعل، حتى إن نبينا وهو أعبد الخلق وأكثر الناس ذكرا وأكثر الخلق معرفة بالله كان يقول: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، كان يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا نبينا، فما بالك نحن؟ وأين علمنا من علم نبينا؟ ولا حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم بيمثل علمه بسائر الناس بعلم رجل كامل العقل بناموسة. شوف انت بقى واحد كامل العقل والذكاء وعنده شهادات الدنيا بحالها وعلوم الاولين والاخرين، واللي قدامه مين؟ ناموسة. الناموسة بقى بتناقشه تقول له: والله الحديث ده مش عاجبني، انا مش مصدق الكلام ده، يرضيك بقى الناموسة دي؟
يبقى احسن لي انها تتفعص في النار. ليه؟ لانها لم تعترف بجهلها. ما قايل كده، قايل مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها. يعني الناس زي الجنادب والفراش، زي الهموش اللي يجي على النار فاكره نور، يقوم يرمي نفسه في النار على انها نور، يلاقي نفسه اتحرق. والنبي صلى الله عليه وسلم شايفها نار وانت شايفها نور، شايفها نار مهلكه وانت شايفها نعمه، شهوه، لذه، حريص عليها. والنبي بيهشك يا ناموسة عشان ما تهلكش نفسك يا بعوضه. شوف وانا ايه ازبهن وانا اخذهم بحجزهم من النار وهم ايه يتفلتون من يدي. كل شويه واحد يفلت عايز يرمي نفسه ايه في الشهوه. شفت الفرق بين عقلك وعقل النبي؟ عشان تشوف سفاهة وتفاهة وجهل من يناقش النبي في أقواله. بس كفاية دي، كفاية بس إنه ناموس. فما تستمعش إلى هذا الناموس والبعوض الذي انتشر في الفضائيات. شوية ناموس في شكل بشر، حقيقتهم ناموسة. النبي قال كده، حقيقته وصورته بني آدم، لابس بدلة واسمه مفكر اسلامي. فكل من ايه طق عقله وقال كلام خالف فيه الاجماع يسمي نفسه ايه المفكر الاسلامي، فاصبحت عنوان البدعه كلمه مفكر اسلامي. الاسلام يعني عايز مفكرين، يعني ناقص مفكرين زيه؟ لا، يعني بيفكر بعقله. واحنا عندنا الاسلام تفكر في مظله الاجماع، في مظلة ما تعارفت عليه الأمة، لأن الأمة معصومة في مجموعها، أما أنت فلست معصوما في فردك ولا في عقلك، فلابد تبقى تحت مظلة الإجماع. فإن فهمت فهم لم يفهمه الإجماع اتهم نفسك لأنك ظلوم جهول، ولا تتهم الإجماع أنه غاب عنهم وأنك تفهم ما لم يفهموه. لكن هي بدايتها الكبر والشعور بالتميز، وإنه فهم اللي غيره مفهموش. وربنا سبحانه وتعالى لا يقبل المتكبر ولا يقبل من يزكي نفسه. ولا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتقى. وأما الكبر فمعلوم، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ربنا يريد أنك أنت تعرف حجمك وقدرك، يقوم يغطيك بكماله. إنما تدعي ما ليس فيك، تدعي القدرة وأنت عاجز، تدعي العلم وأنت جاهل، تدعي المعرفة وأنت جهول، ده كل ده ادعاء. لا، اعترف بجهلك يعلمك، واعترف بعجزك يقدرك. لأن العاجز والمعترف بفقره يبقى من ايه؟ من أبواب الصدقات. وربنا سبحانه وتعالى يتصدق على الفقير، إنما الصدقات للفقراء ولا للأغنياء. تخش له أنت من باب الغنى والاستغناء، ما يتصدقش عليك بأنه يأخذ بيدك إليه، بل يتركك إلى عقلك. ومن وكله لنفسه هلك. فهمت بقى الحكاية؟ فلازم الإنسان يدخل من باب العجز ومن باب الجهل الاعتراف. الاعتراف، احنا امبارح لما اتكلمنا على شوية بعض الحقائق، الحقائق دي يمكن اللي عرفها يمكن غير المسلمين. وهذه الحقائق ده في الكتاب الله المنظور الكون، عشان تعرف انت حجمك ايه في كون الله وفي خلق الله. فأين انت من الله ومن علم الله ومن إحاطة الله سبحانه وتعالى؟ ثم انت أين انت من رسل الله؟ والله أعلم حيث يجعل رسالته، حتى تناقشهم أو تكذبهم أو تدعي أنهم لم يبينوا أو أنهم يعني جاءوا بأساطير أو شيء من هذا كما يدعي من يدعي. أين انت من هؤلاء؟ لازم تعترف. اللهم إني أنا الجاهل في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ ده أنت في مجال تخصصك اللي ربنا أقامك فيه وقضيت عمرك فيه جاهل في علمك. يعني في مواضيع في مجال تخصصك تقول لا أدري، تقول لا أدري في مجال تخصصك، فما بالك فيما لم تعرفه. إذا كنت أنت في علمك جاهل، فكيف حالك في جهلك؟ فهمت بقى؟ فالإنسان يعترف بعجزه، يقوم ربنا يقدره، ويعترف باضطراره فيجيبه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الإمام للإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. ظاهر الحديث يدل على النهي عن الصلاة وهو نائم، والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول فيه دليل لمن يقول أن للعالم أن يعلم وإن لم يسأل. هو النبي حد سأله لما ننعس في الصلاة يا رسول الله نعمل إيه؟ ولا هو اللي ابتدأهم بالعلم دون أن يسأل؟ يبقى العالم يعلم ولو لم يسأل، دي أول حاجة خدناها من النبي. هو أنت لما ربنا يعلمك حاجة ما تنتظرش الناس تسألك عشان تعلمها لهم، لا علمها لهم. لا تكتم علم علمك الله إياه. أهو النبي أهو لم يسأل وعلم. فيبقى أول حاجة من الحديث ناخدها أن العالم يعلم وإن لم يسأل، يؤخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم ابتداء دون أن يسأل. وهنا سؤال، هل هذا على عمومه؟ كان النوم يسيرا أو كثيرا؟ ما قصد النوم ده أنه عزد درجات، يعني ممكن الواحد يبتدي حتى يومه من الصبح وهو خارج من بيته عايز ينام شوية، لكن يفضل يقاوم لحد ما يشتغل للمغرب ويرجع. دي درجة من النعاس خفيفة تقدر تقاوم وتقدر. وفي نعاس تاني ما تقدرش، تلاقي نفسك سايق العربية هتنام، تركن العربية وتطلع تنام بدل ما تعمل حادثة، لأن مش هتعرف بقى تقضي. يبقى النعاس ده درجات. يبقى هل هذا أي نعاس يمنعك من الصلاة فتنام على طول، ولا إيه ده نعاس مخصوص لا يقاوم؟ يعني هل هو على عموم مطلق النعاس، ولا أدي معنى السؤال اللي احتمل، لكن الظاهر الخصوص أنه نعاس يمنعك من إدراك ما تقول، يقوم يهزي لأنه لعله يأتي يستغفر فيسب نفسه يقول حاجة تانية، أي حاجة لخبطة. ما هو الإنسان ساعات مع دخلته في النوم كده يلخبط، يقوم إيه يقول أي كلمة كده ملهاش معنى حتى، تخرج منه غصب عنه من عقله الباطن، واخد بالك؟ فيقوم يهزي. الظاهر الخصوص وهو كثرة النوم، لأنه إذا كان كثيرا من حيث أن يختلط عليه ما يقول ولا يعرفه كما أخبر في الحديث آخرا حين علله السبب. طب وهل هذا النعاس مطلق في أي صلاة، سواء كانت مكتوبة أو سواء كانت نافلة؟ ولو كانت مكتوبة في أي وقت، لا سواء ضاق الوقت أو اتسع الوقت، ولا إيه بالظبط؟ كمان عايزين نفهم بقى، عايزين نفهم. بيقولك في صلاة، وصلاة المسلم دي أحيانا تبقى مكتوبة يعني مفروضة، وأحيانا تكون سنة نافلة، وأحيانا مطلق تطوع، مش كده برضه؟ وأحيانا الصلاة المفروضة دي اللي ليها وقت معلوم يبقى بيصليها في أول وقتها فقدامه براح يقدر ينام ساعة ويقوم يلحقها، وأحيانا تبقى في آخر وقتها لو نام ضاع الوقت. طب يعمل إيه؟ وهو قال له إذا نعس عليكم صلاة فليركض. أركض وأضيع وقت الصلاة المفروضة ولا أعمل إيه؟ هل ده عام في كل صلاة؟ وعم في كل حال ضاق الوقت او اتسع ولا لا؟ ده سؤال تاني. شفت بقى كلام النبي لازم يتفهم ازاي على كل الوجوه عشان نحاول نفهم، رب مبلغ اوعى من سامع. او النبي قال للصحابه كده، يجي بعد كده السامعين والاجيال اللي من بعده يفصصوا كلام النبي يطلعوا منه علوم كتيره، علوم كتيره. يبقى النبي قال رب مبلغ اوعى من سامع، ما قالش افضل من سامع، لان الصحابه ما فيش افضل منهم جيل. أوعى يعني أكثر فهما، وكونك أكثر فهم مش معنى أفضل من التاني، لأن التفاضل ده بيد الله يؤتيه من يشاء، مش باتساع الفهم ولا بضيق الفهم، ده يؤتيه من يشاء. عوام أهل الجنة وأغلب أهل الجنة من البلد، وعوام أهل النار اللي هم الأذكياء أوي اللي هم كان إيه مبهور بعقله، يقول لك أصلي في رأيي وأنا أرى وأنا أفهم وأنا أعتقد وأنا وأنا وأنا، واعتبر نفسه له أنا مع الله. فهمت؟ وعشان كده الربيع صلى الله عليه وسلم اطلع في الجنة فوجد ان اغلب اهلها من البل الطيبين، يعني
الناس الطيبين اللي بيظن في الله خير ويظن في الناس خير وما عندوش لقم طبع، واخد الامور كده سهله سلسه، معتمد على الله، مش معقد الامور. انما التاني لا، كل حاجه ليها سبب، ويرتب ويعمل وحويط ولئيم. دول اهل النار، دول بقى لقمه. شفت بقى ازاي؟ لان اول ما يجني على المرء اجتهاده ان لم يكن لطفا من الله به، اجتهاده. فزي ما العقل والذكاء نعمه، هو في نفس الوقت نقمه على صاحبها ان لم تكن بلطف الله. شوف الامام الشافعي، لانه كان اذكى اهل عصره. الامام الشافعي كان يفهم القضيه، يقعد يشرحها لاهل عصره فما بعد 10 سنين، ويجادلوه ويعملوا، وبعدين بعد ما يموت يقولوا اه ده الشافعي كان عنده حق. قال الشافعي رضي الله عنه وهو كان عايش يتخانقوا معاه مش فاهمينها، وبعدين بعد ما يموت فهموه، لانه كان سابق عصر. الامام الشافعي كان المعي. فيقوم يقول ايه الامام الشافعي عشان ربنا بيحبه وفضل الله عليه، بيقول ايه؟ لولا رحمة من ربي لظننت أن الناس كلهم عبيدي. كان تكبر على الناس من الذكاء بتاعه، كان تكبر. لكن ربنا رحمته ملأ قلبه رحمة، فتواضع للناس بالرغم أنه شايفهم مش فاهمين وهو فاهم، بالرغم أنه شايفهم جهلة وهو عنده علم، بالرغم لا برضه تواضع. شفت بقى؟ لكن لو الإنسان الذكي النبيه ده، لو ربنا ما ادالوش التوفيق ده، انه يرى ان ذكاؤه ده ليس نابعا منه، بل هو هبه من الله امانه وليس نابع منه، فينظر اليه منه ولا ينظر اليه انه مصدر الذكاء فيتكبر به. لو نظر للنظره دي يقوم يحمد ربه على الذكاء، وما ينسبش لنفسه الذكاء ده، ينسب لربه انه ده نور اعطاه في عقله، وانه ممكن يسلبه في اي لحظه، يقوم يزداد افتقارا لربه، يقوم يزداد الله اناره لعقله. نور الله يهدي الله لنوره ايه؟ من يشاء. وان العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. اللي يفهم كده، وعلشان كده يقول من كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي. اذا كان انت لما تبقى متلبس بالذكاء والفهم وتيجي تدعي ان ده ذكائك وفهمك، دي دعوه لست صادقا فيها، لان ده فضل الله عليك. وان كنت بالحقيقه ذكي، فإذا كانت حقائقك اللي فيك اللي هي ظاهرة عليك إذا ادعيتها لنفسك صارت دعوة لا قرينة وصدق فيها، فكيف بمن كانت إيه مساويه مساوي، دعويه دعاوى ومساويه مساوي، يعني ولا حاجة. فإذا وفقك الله لا تنظر أنك الموفق بذاتك، بل هو الذي وفقك، فتنظر لكمال منته. ادي معنى ولولا رحمة من الله، اللي هو ايه؟ احساسه ان دي منة من الله وهيسأل عليها النعمة دي، فقام رحم الناس. لكن لولا الحكاية دي كان ظن ان الناس كلهم عبيد، تكبر. ودي عادة تملي ايه الناس الاذكياء قوي والالمعية قوي، تلاقيه ينظر للناس من فوق كده لتحت كأنه يعني هو عالي والناس كلها واطية مش فاهمين. انت بتعرفش بتكلم مين وانت فاهم حاجة؟ يا جماعة انتوا بعد 100 سنة يا ربع على ما تفهموني. احنا قابلنا اساتذة كده اذكياء جدا، وربنا من عليهم بألمعية عجيبة، وكان عندهم هذا الكبر. فخد بالك ان ده مرض وحش، وحش جدا. لكن الانسان ما يعتبرش ان اي فضل ربنا تفضل عليه انه نابع منه، وإلا يبقى زي قارون، انما اوتيته على علم. ما قالش انما اوتيته بفضل الله، قال انما اوتيته على علم، ده بذكائي وبخبرتي في السوق وبالتجاره. انتوا مش عارفين تتاجروا، انا فاهم السوق كويس، انا وانا وانا. ومين اللي يقول انا مع الله؟ ابليس بس. ولما ابليس قال انا مع الله راح في داهيه. كلنا عارفين مستقبله وعارفين ماضيه وعارفين حاضره، مفيش اسوأ منه في خلق الله. وهو الوحيد اللي في القران كله قال مع الله انا، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أنا خير، شوف اللي يقول أنا، أنت إيه؟ أنت بالله، أنت موجود به لا بنفسك. فادعى ما ليس له فكان أول شيء ظلم.
الأنية الحقيقية هي من الله، هي أنية الله. فهمت بقى؟ عشان كده من أنيتي أنا الله حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. فهمت بقى كلام الأولية في الصلوات؟ فمفيش أنية إلا من الله بس. حتى الأنا بتاعتك دي اللي أنت فيك هي من الله، أنت موجود به لا موجود معه. فاللي ظن ان هو موجود مع الله عايز يحدد لله جهة، يبقى انا قاعد في حتة وهو في حتة بقى. ظن انه موجود مع الله فقال لك اه ده سبع سماوات وكرسي وعرش وربنا قاعد كده، واحنا بقى في الارض اللي هم اللي عبدوا الله بالجهة، لانه ظن ان الاكوان موجودة مع الله ولا شيء معه، بل الكل به وهو ما زال واحد أحد سبحانه وتعالى. بطنت أحديته فظهرت وحديته التي قبلت النسبة فظهرت الأكوان. وقادر أنه يظهر الأحدية ويبطن الوحدية فيكون الله ولا شيء معه في الحال وفي كل نبضة وفي كل لمحة حيث لا تدركها أنت. الأحدية تأتي فتمحي الأكوان، والوحدية تأتي فتمد الأكوان. فتأتي الأكوان ومضات بين المحو والظهور، بين المحو والإثبات، يمحو ويثبت، يمحو ويثبت في آن واحد في كل لحظة، يمحو ويثبت. فأنت في كل لحظة إنسان جديد، لست الذي كنت من اللحظة السابقة. محيط فأثبتك ومحيط فأثبتك، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، بل هم في لبس من خلق جديد. في كل لحظة أنت بتتخلق في لحظة، لأن الأحدية عاملة والواحدية عاملة في آن واحد. نبضات أحدية ولا شيء، واحدية مدد، أحدية لا شيء، واحدية مدد، وهكذا الأكوان. لكن هذه الومضات من كثرة تتابعها لا تلاحظ الفناء المبسوس فيها، كل من عليها فان في الآن في الحال، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام بإمداده للأكوان. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكه من أحد من بعده، بل هم في لبس من خلق جديد. فأنت في كل لحظة خلق جديد يا ابن آدم، في كل لحظة ممد، في كل لحظة مفتقر. ولذا بعض الأولياء يغلب عليهم لحظات الفناء فيقول لك ده في مقام الفناء، وفي بعض الأولياء يحدث لهم غلبت حال الإمداد فيسمى في مقام البقاء. والكمال هو الجمع بين الفناء والبقاء، فتراه سبحانه وتعالى قاهر ولطيف في آن واحد، وهذا هو مقام نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. فلم يفنيه فناؤه ولم يعتمد على بقائه، بل كان مفتقر إلى الله في فنائه فاستغنى الله في بالله في بقائه صلى الله عليه وآله وسلم. وعلشان كده لازم تعرف أنت إيه في الأكوان أيها الإنسان. أنت بالله، أنت بلطف الله، أنت من غير الله عدم، مش ميت، لا عدم ولا حاجة، لأن الميت ليه جثة برضو حاجة، لا ده أنت ولا حاجة ولا شيء ولا ذكر. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يا والحين دي في كل حين، أنت لا تلاحظها بسبب توالي لطف الإمداد، لكن أنت في كل حين لا شيء. فينقذك ويجيبك لاضطرارك اضطرار العبد لربه بالمدد فلا تلحظ المدد. وإن كثيرا من الناس بآيات رب عن آيات ربهم إيه؟ لغافلون. غافل هو قاعد فاهم نفسه أنه هو بتاع الساعة اللي فاتت وبتاع اليوم امبارح، هو ومش هو. ده انت خلق جديد في كل لحظة، خلق جديد
في كل لمحة خلق جديد، في كل نفس خلق جديد، في كل نظرة خلق جديد. زي ما بيقول الدكتور علي جمعة مرة يقول الفيمتو سكند، اللي هي أقل لحظة زمنية معروفة، كل فيمتو سكند، واخد بالك، ربنا بيمد، وإلا لو ما مدش هتلاقي الكون ده مش ميت ولا حاجة، مفيش حاجة أصلا، لأنه مفيش مع الله شيء، هو الله كما هو سبحانه وتعالى، لم يطرأ عليه شيء، لكن كل شيء به لا معه، خد بالك. وعشان كده إذا فتشت تجده هو الباطن الذي ليس دونه شيء، وفي نفس الوقت هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. فإذا فتشت في كل شيء وجدت الله هو الباطن في هذا الشيء سبحانه وتعالى، بغير اتصال ولا حلول، لأنه لا مسافات مع الله ولا زمان مع الله. المسافات والحدود دي أمور كلها أنت علشان مخلوق محدود بيها فبتفكر فيها، أما الله خارج الحد وخارج الإدراك، مفيش مسافات. فهم؟ أقرب إليك منك، أقرب إليه من حبل الوريد، هو معكم أينما كنتم، فأينما تولوا فثم وجه الله. شوف القرآن قد إيه؟ ليه؟ لأن مفيش حاجة معاه، ده كله به. فإذا كان كله به يبقى حيثما توجهت وجدته، فأينما تولوا فثم وجه الله. الوجه الثاني فيه دليل على أن الصلاة مجزية، لأنه إنما علل صلى الله عليه وسلم خيفة أن يسب، يعني معناه لو صليت وانت نعسان صلاتك مجزية مسقطة للفرد، وقد تسب عليها كمان، مقبول كويس، لأن النبي ما قالوش إيه يعدها، ما قالش يعدها، للي قاوم وصلى وهو إيه النوم كابس عليه وصلى لحد ما أنهاها صلاته مجزية لا يعيد. الوجه الثالث فيه دليل لمالك، الإمام مالك يعني، التملي يجيب لك أدلة الإمام مالك ليه؟ لأن سيدنا أبو جمرة كان ملك المذهب. فيه دليل لمالك الذي يقول بسد الذريعة، لأنه قال لعله يسب، لأنه أمر محتمل فترك الفعل للأمر المحتمل، يعني لو كان أمر يحتمل منه المخالفة يقول لك اتركه أحسن. المصريين يقول لك إيه؟ الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح، سد ذريع. فهمت بقى؟ ادي سد ذريع، يبقى اي حاجه يجي لك منها القلق ابعد عنها يا ام. فهمت؟ ولو كان القلق ده محتمل مش متيقن ابعد عنها، لان البدائل كتير. وهنا سؤال، ما معنى قوله فيسب؟ هل هو بمعنى السب المعهود لغه او هو بمعنى غيره؟ الظاهر انه ليس بمعنى السب المعهود، لأن السب المعهود أن يقول الشخص لغيري أو نفسي يا فاعل كذا أو من هو كذا من أشياء ردية ينسبه إلى القول بها أو بفعلها، ولو كان كذلك فمما ذا يكون الخوف منه، فما يكون منه خوف شيء يلحقه إلا أنه يكون متكلما في صلاته، وإذا كان متكلما بطلت عليه صلاته وهو لا يشعر فيظن أنه قد صلى وليس كذلك، وبقي ذمته متعمرة، ويترتب على هذا الوجه من الفقه أنه يؤاخذ بفساد العمل وإن لم يشعر. يبقى لعله يسب نفسه، يعني يتكلم كلام خارج عن الصلاة دون أن يشعر يهزي فتبطل صلاته، واضح؟ فلما بطلت صلاته وهو بيقولها وهو لا يشعر، دليل أنه يؤاخذ على الشيء وهو لا يشعر به، فللاحتياط ما فيش داعي تصلي في الحالة دي. ده كلام مين؟ شيرنا بجمر اللي فهمه. ويرد علي من البحث قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي خطأها ونسيانها وما استكرهوا عليه. ممكن واحد يرد على الفهم ده يقول له يا أخي ما رسول الله بيقول إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وده قالها خطأ ومكره بسبب النوم، ليه تبطل صلاته يا أخي؟ ما غلبوا الكلام، ما هو الحديث كده. فهمت بقى إزاي؟ ممكن يرد عليه، هو بيجيب لك الاعتراض ويحاول يرد لك عليه تاني. فالجواب عن ذلك أنه لا يكون في ذلك الخطأ على طريق الغفلة والنسيان مأثوما، يعني إنه هو رفع الإثم مش رفع بطلان العمل. بطلان العمل ده أما تبطل الصلاة أنت مش آثم، لكن أنت مطالب أنك تعيدها بس، لكن لما تبطل الصلاة أنت مش آثم. افرض واحد غلب وخرج منه ريح وهو بيصلي، يبقى آثم عمل جريمة؟
ما عملش جريمة، كل المطلوب منه يروح يتوضى ويعيد الصلاة. لكن النبي بيتكلم هنا إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان والسكر عليه، يعني رفع المؤاخذة الإثم. فأنت بتتكلم على الإثم وإحنا بنتكلم على إيه؟ على براءة الذمة من الفعل الإيه المطلوب، لأنه ده مكلف مطلوب منه إنه يصلي. فهمتني إزاي؟ فأنت نقلت الموضوع لموضوع تاني. شفت العلماء بيعرفوا الفرق إزاي الدقيق بين حديث وحديث. هنا حديث بيكلمك على التكليف، والتاني بيكلمك على رفع الاسم. فهنا بيتكلم من جهة انك انت ما زلت مكلفا، وانك انت لو اتكلمت خطأ نسيانا غلبة انت مش مؤاخذ لا تأثم، لكن صلاتك بطلت قوم عدها. واضح؟ لكن انت غير آثم. ادي الكلام. فهمت بقى الكلام الشيخ؟ فالجواب عن ذلك أنه لا يكون في ذلك الخطأ على طريق الغفلة والنسيان مأثوما، ولا يجزئه الشيء المحتمل عما أمر به، لأنه مأمور بالتوفية، فلا يترك العمل حتى يعلم أنه قد وفى، لأن ربنا ما يقبلش العمل إلا كامل. ما ينفعش تيجي مثلا صمت اليوم بتاع رمضان الحمد لله، تيجي قبل المغرب بخمس دقائق تقول الحمد لله كده كفاية، يلا نفطر، مع إن فاضل خمس دقائق، طب فاضل لحظة ويقول الله أكبر، وانت كلت قبلها ضاع اليوم كله، لأن ربنا عايز كمال العمل، لازم توفيه للآخر. فهمتني إزاي؟ ما ينفعش تقول لي أعمل نص ثلاث أرباع العمل، لا ما ينفع. فأنت مطالب في تكليفك كمال العمل. فالنبي هنا بيعينك، لأن النوم والنعاس يعينك على عدم إكمال العمل، فبيقول لك نام علشان لما تقوم تصلي وانت نشيط، تقوم تدرك كمال العمل اللي هو مطلوب إلا منك. واضح؟ فلا يترك العمل حتى يعلم أنه قد وفى، ومهما لم يتحقق ذلك الوفاء يعني فهو مطلوب بالعمل، يعني مطالب به. ولذلك قال علماؤنا رضي الله عنهم أنه من خاف فوات وقت من أوقات الصلوات وهو مثقل بنوم، أهو هنا المسألة، بيصلي مفروضة والوقت ضاق والنوم كبس عليه، يعمل إيه؟ لو نام هيضيع عليه الوقت، وهو مطالب انه ينام، النبي قايل له كده نام. خدت بالك ازاي؟ وفي نفس الوقت مطالب انه يحافظ على الوقت، ان الصلاه على ان الصلاه على المؤمنين ايه؟ كتابا موقوتا. مش كده برضه؟ يبقى يعمل ايه في المساله دي؟ انه يصلي ويجاهد نفسه، يعني يصلي صلاه خفيفه بقى، ان شاء الله يقرا الفاتحه، ما يقراش السوره. يصلي صلاة خفيفة يخلص الفرض اللي عليه الفتح، ويجاهد نفسه جهده، ثم ينام. فإذا استيقظ من نومه بعد بقى ما يصليها صلاة كده ويعمل الفرائض بس لأنه كبس عليه النوم، وينام يبقى برئت ذمته أداها في الوقت، وبعدين ينام يستريح ويلم مخه. أما يستيقظ بقى يعرض الصلاة اللي صلاها في حال التعب ده على ذهنه وقلبه، يا ترى أنا كملتها صح، ولا كنت شاكك في السجود، ولا كنت شاكك في القراية. إذا لقى نفسه إن هي كاملة خلاص، إذا لقاها ناقصة يقوم يعيدها في حال نشاط. يبقى صلاها في الأول وجهد نفسه لإدراك الوقت، وأعادها لإدراك الصحة. واضح؟ ثم ينام. فإذا استيقظ من نومه عرض صلاته كلها على قلبه من أولها إلى آخرها، فإن عقلها كلها ورآها حسنة أجزأته صلاته، وإن رأى فيها خللا أو لم يتحقق ركنا من أركانها أو شك فيه أعادها، لأن الذمة لا تبرأ إلا بيقين. واحتمل وجها آخر، وهو أن يكون السب هنا بمعنى الدعاء على نفسه بسوء. يبقى كل التفاصيل دي على احتمال يكون السب بأنه يتكلم كلام يهزي خارج عن الصلاة فتبطل الصلاة. كويس؟ الاحتمال بقى الثاني اللي عايز يقوله ان يمكن السب ده يكون دعاء على نفسه، بيدعي على نفسه. فهمت؟ فيكون الضرر اكثر من الاول، لانه يجتمع فيه الوجه المتقدم اللي هو كلام خارج عن الصلاه، والزياده ان هو يضر نفسه، ووجه ثاني وهو ان تكون تلك الساعه مما يستجاب فيها الدعاء، فتكون تلك الدعوة سبب هلاكه. ولأجل ذلك نهى عليه الصلاة والسلام أن يدعو أحد على أهله أو ماله. أصل خد بالك أن ربنا صحيح حكيم ما يقبلش أي حاجة، لكن أحيانا ربنا سبحانه وتعالى يبين لك سوء نفسك أنه يقبل دعوة تعجلت فيها علشان تعرف
عاقبة سوء اختيارك يقوم يعلمك. واضح؟ لكن هو في الغالب مش هيقبل إلا الدعاء اللي يفيدك، والدعاء اللي ما يفيدكش مش هيقبل، لكن أحيانا اختبارا لك يقبل الدعوة اللي أنت دعيتها بسوء عشان يعلمك أن اختيارك لنفسك ضرر. فأنت ما تأمنش يكون الوقت ده وقت إجابة فتدعي بسوء فربنا يستجيب تقوم تعيش في أزمة، ولا لأ؟ فالاحتياط حلو، فما تدعيش على نفسك ولا على أهلك. فهمت؟ شوف النبي لطيف بأمته بيعلمنا حاجة حلوة. كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ اللهم اجعل كل دعاء لي دعوته على أحد من أمتي حال غضبي له بركة وكفارة يوم القيامة. يعني خليه بالعكس يا رب، مقدم كده، يوم ما يقول لواحد سكلتك أمك يعني أبغاك الله، تيجي بالعكس بقى. ما هو خد عهد على الله بينه وبين الله، قال يا رب إني أعهد عندك عهدا كل دعاء دعوته على أحد من أمتي حال غضبي فاجعله له كفارة إيه وأجرا له يوم القيامة. يعني خليها بالعكس، دعيت عليه بالموت يعني بارك له في عمره، دعيت عليه بالفقر يعني غنيه. شفت بقى إزاي؟ فأنت ممكن تعمل كده مع أولادك اللي بيغزوك كل شوية، تقول يا رب كلما يعني أغاظني أولادي فدعوت عليهم فاجعل دعائي عليهم بركة وكفارة لهم يوم القيامة. يعني يجي بالعكس ممكن، لأن الستات عندنا في مصر بالذات طول النهار ربنا يهدك مش عارف إيه أشوف فيك يوم، لما يبقى ابنها مغلبة ولا جوزها كمان مغلبة فتعاهد نفسها بينها وبين نفسها كده بينها وبين ربها، يا رب لو أنا غلبني يعني تسرعي البشري وضعفي فدعوت على إنسان مسلم فاجعل هذا الدعاء له بالخير وبالبركة وبالرحمة، لأن النبي عمل كده مع عمر. شفت بقى الحلاوة؟ ويترتب على ذلك من الفقه وجوه منها أن يكون الشخص يتحفظ على كلامه وجميع أفعاله لئلا يكون منه غفلة في شيء فيكون ذلك سبب هلاكه وهو لا يشعر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم الكلمة من الشر لا يبالي بها يهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة مثلا ما ياخدش باله منها يقول لك السنة ملهاش لازمة، ليه السنة؟ ما القرآن في كل حال. ويقعد بقى ساعة يقنع الناس بهذه الكلمة ولا يلقي لها بالا وتبقى من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. شفت بقى ان هما مش بيتكلموا بسهولة؟ ليه نقطع ايد السارق؟ ليه القسوة دي؟ مش الناس بيعملوا كده ويقعدوا يتناقشوا كده؟ الناموس والبعوض كتير قاعدين طول النهار يتناقشوا، يقوم الكلمة دي لا يلقي لها بالا، هو مصور نفسه انه مفكر وان هو بيناقش وان هو بيعرض الامر، وبعدين يروح بيته مطمئن يتعشى وينام مبسوط ويفتح التكييف ويرى الجمال سعيد، وهو قال الكلمة اللي هيهوي بيها في النار 70 خريف لا يلقي لها بالا. شفت المصيبة بقى؟ تكون من سخط الله. فالواحد ياخد باله كلامه يحسبه، كلامه يحسبه كويس. الوجه الرابع فيه من الفقه أن القدرة لا تنحصر بشيء من الأشياء. يا طبعا إن الله على كل شيء قدير. هل قدرته يقيدها قيد؟ يمنعها مانع؟ ده على كل شيء قدير ما تنحصرش. الله لا ينحصر، صفاته لا تنحصر ولا تحد، لا يحيطون به ولا يحاط به، قاهر فوق عباده. لو قيد لحصر ولو حصر لقهر وهو قاهر. فهم؟ فيه من الفقه أن القدرة لا تنحصر بشيء من الأشياء ولا بفعل، يؤخذ ذلك من أن الدعاء قد جاء أنه لا يقبل إلا بشرط، وفي هذا الموضع الذي ذكرنا وغيرها مما أخبرت به الشريعة يستجاب بغير شرط، فسبحان من حكمته لا تتناهى. يعني أحيانا ربنا قال لك في الشريعة إن أنا لا أستجيب بالدعاء إلا إذا كان دعاء بصلة رحم، إذا كان دعاء بخير، إذا كان أي لنا كده في الشرع، لكن برضو قدرته شاملة إنه يستجيب الدعاء اللي فيه ضرر لصاحبه ممكن. يعني لما قيد في الشريعة قيدها من باب التفضل لا من باب العجز، لأنه قدرته صالحة على إنه يستجيب الإنسان فيما تعجل على نفسه فيؤذيه. وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم. فهمت؟ فالقدرة صالحة،
لكن كونه تفضل في الشريعه وقال انا لا استجيب دعاء الا بالشروط الفلانيه، ده من باب الفضل لا من باب العجز. واضح؟ الوجه الخامس فيه اشاره صوفيه، وهو ان ترك الادب في محل القرب من الجفاء. لما تبقى انت في محل القرب كده وتترك الادب مع الله ده جفوه. انت ما تبقى محل نظر الله. عشان كده الرسول يقول ايه؟ ان الله احق ان يستحيى منه. دين الله احق ان يقضى. شوفي رب الرسول عايز يعلمك انك انت عبد لله في كل احوالك، في محل نظر الله، فانت في محل القرب على طول، فاذا كنت في محل القرب على طول يبقى الاساءة في حال القرب جفاء. عشان كده حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ لا يتجرد الانسان وينام عريانا ولو في خلوته. ليه يا رسول الله؟ ما هو كان في بيئة حرة. الدنيا حر، الواحد يخش بيته بقى ويقفل على نفسه وينام بلبوص بلغة المصريين بقى، من غير حاجة. الدنيا حر بقى، ولا تكييف ولا مراوح أيامهم. يعني كأنها كانت موجودة عندهم الظاهر مشهورة، لأنهم كانوا في بيئة حرة. يوم النبي صلى الله عليه وسلم عايز يعلم أمته الحياء من الله. فيقوم يقول لهم إيه؟ لا تتجرد تجرد العير، حتى عند الجماع لا تتجرد تجرد الإيه؟ العير زي البهايم. ليه يا رسول الله؟ ما احنا في مكان ستر. لأن الله أحق أن يستحيى منه، لأنك أنت موضع نظر الله، وإساءة الأدب في موضع القرب جفاء. شفت بقى الحكاية؟ لأن دي، لأن أنت في موضع القرب على طول لأنك مؤمن، في موضع القرب على طول لأنك مراقب لله، في موضع القرب على طول لأنك ذاكر لله. فإذا كنت أنت في موضع القرب على طول وتعمل المعصية تبقى أنت دي جفوة، والجفوة تقتضي القطيعة، وانت ما تستحملش ان ربنا يقطعك لانك ما تستغناش عنه طرفة عين. واضح؟ فيبقى الاحسن انك انت تتقدم. وعشان كده قال وما هو التصوف؟ قال مراعاة الاداب مع الانفاس. مع كل نفس ليه ادب تراعيه. ده تعريف، احد تعريفات التصوف. التصوف ده اصله تعريفات كتيرة قوي، لان كلما كمل الشيء حار الناس في تعريفه. لكن من ضمن تعريفاته هو مراعاة الآداب مع الأنفاس، مع توالي الأنفاس. كل نفس يجريه عليك لله فيك قدر يمضيه. يبقى مع كل نفس يجريه لله فيك قدر يمضيه. فما موقفك مع هذا القدر؟ إن كان بخير ونعمة فموقفك الشكر والقيام بحقها، وإن كان بالمنع والابتلاء فموقفك الصبر وعدم الجزع وعدم الشكوى، وإن كان بطلب الفعل فموقفك إنك أنت تستجيب وتطيع. يقول لك حي على الصلاة قوم صلي. يبقى ربك سبحانه وتعالى في كل نفس يجريه عليك. شوف انت عشان ربنا يذكرك بالنعمة الامداد المستمرة خلك نفس رايح طالع رايح طالع رايح طالع، مع كل نفس مدد، مع كل نفس مدد، ولو انقطع النفس انقطع المدد، عشان يذكرك بنعمة الامداد المستمر في الظاهر بالنفس وفي الباطن بدقة القلب. ده في كمال خلقتك. القلب بس يبطل يدق خلاص، يقول لك القلب وقف مات ادفنوه. بعد ما كان انسان المحترم فلان يقول لك الجثه، صار الجثه. بعد ما كان الدكتور يسر بقى الجثه. واقرب الناس ليه اللي بيحبوه يبقوا اكتر الناس مش عايزينه يبات في البيت، لازم يدفن اجري. شفت بقى؟ لو وقف القلب وقف المدد. فجعل مدد في الباطن في الخلقه وهدقات القلب ينبيك بتوالي الإمداد، وأنه لو انقطع توقفت الحياة. وفي ظاهر الخلق بالنفس، مع كل نفس لو انقطع انقطعت الحياة. سبحانه الذي أراد أن يتعرف عليك في كل شيء حتى لا تجلو في شيء. فيه إشارة صوفية، وهو أن ترك الآداب في محل القرب من الجفاء.
يؤخذ ذلك من قولي لعله يسب نفسه. انت دلوقتي في محل مناجاة الله تقول كلام ما يليقش، قطيعة رحم، كلام ما يليقش، عيب عيب. لأن الصلاة محل قرب، والسب في موضع القرب جفاء. وهنا بحث، هل يشمل هذا كل سب أو ليس؟ هل كل سب يعني يشمله ولا لا؟ ده سؤال برضو وجيه. طب ما انت ممكن تقول يا رب انا العاجز، انا الجاهل، ما هو ده سب اهو، اقدرني يا رب، علمني يا رب. يبقى مش كل سب. تقول انا ظلمت نفسي، من للئيم الا الكريم، من للعاصي الا الغفور، من للغضوب الا الحليم، من للبخيل الا الكريم، من للعبد الا الرب، من للعاجز الا القوي. ما انت قاعد اهو بتسب في نفسك، طلعت نفسك لئيم وعاجز وبخيل، فهمتني ازاي؟ مع ان ده من ضمن المناجاه وهي مطلوبه. يبقى ليس كل سب عيب، لكن السب الذي فيه اعتراف بالعجز ليس عيبا، ولكن السب الذي ليس فيه اعتراف بالعجز بل فيه قطيعه ومخالفه هو ده بس اللي ربنا ما يقبلوش. فهمت؟ فالجواب أنه ليس على العموم، لأن من السب ما يقرب في هذا الموضع، وهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه حين سأله أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي. أهو مش قاله ظلمت نفسي سب نفسه؟ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، مش كده برضه؟ اللهم فاغفر لي مثلا، بقيه الدعاء الحديث. وهذا اللفظ مما ينطلق عليه اسم سب، لكنه لما فيه من معنى الاضطرار والفاقه الى الكريم المتفضل وطلب الرحمه من عنده بسبب عدم موجبها من سوء افعال العبوديه كان مدحا، لان انت بتعترف بعجز العبوديه يقوم ربك يكملك بالربوبيه. فالاعتراف بعجز العبوديه ليس سبا، لكن السب الحقيقي هو عدم الاعتراف بالعبودية، الاعتراض على قدر الله ده سب، الاعتراض على خلق الله ده سب، إرادة السوء بخلق الله ده سب، عدم الرضا بالإقامة ده سب، لأن ده ضد العبودية، ده بيجعل للعبد اختيار مع مولاه والعبد لا اختيار له مع مولاه. لكن الصور الثانية فيها التبري من الحول والقوة، ومعلوم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فكل من كان تبريا واعترافا بعجز العبودية لا يكن سبا مذموما في الشرع، بل يكون ممدوحا في الدعاء تقربا إلى الله. أما إن كان مذموما في الشرع ما كان ضد قضاء الله وضد قدر الله وضد الاعتراف بحكم الله وضد الرضا بقسمة الله وضد الرضا باختيار الله وهكذا. يعني مثلا يقول له يا رب انا عملت فيك ايه يعني يا رب علشان تخلي تجارتي تخسر؟ يعني ده انا بصلي الفجر يوميا، يعني هقطع نفسي؟ اهي دي بيكلم ربه بالند، يعني هات وخد، انا بدي لك عباده، اديني نعمه، ليه انت بتاخد النعمه وانا بديك عباده يا ربي؟ اعتراض او ده سب مش مطلوب، ما فيهوش ادب، ما فيهوش ادب. في ناس بتعمل كده، في ناس تعمل كده، يجي له مغص شديد، يا رب انا عملت ايه بس؟ ده انا كنت صايم طول النهار، النهار ده ليه ده؟ اول حاجه مش يقول يا رب اشفيني، لا، بيحاسب ربه، يعني انا صايم، يعني كان برضه من الاحسان ليا انك انت تعديها لي بقى، يعني لازم تمغصني الوقت، يعني عايز يبقى لي اختيار مع مولاه. عيب، اهو ده اساءة ادب، لان عدم رضا بالاقامه. فهمت بقى الفرق؟ فرق كبير، فرق بين المعترض وفرق بين الراضي. فالعبد المؤدب يبقى في القضاء الشديد بقلبه راضي وبلسانه يسأل العافية، بقلبه راضي، لأن ضرب الحبيب زي أكل الزبيب، راضي عن قضاء الله. لكن ربنا سبحانه وتعالى مش عايز يعني يرى منك الاستغناء عنه، يوم كل ما يشدد عليك تقول له شدد اكتر يا رب انا عندي قدره على الصبر. الله، مش انت مش قده، انت مش قده يا استاذ. لا، لما يشد عليك قول له يا رب انا ضعيف، يا رب اشفيني، لكن قلبك انه جعلك محل قهره
على قلبك حل من عنده، لأنه جعلك محل ظهور قهره. ده في قلبك جوه، لكن على لسانك أنت عبد. قول يا رب سألوا الله العافية ولا تتمنوا لقاء العدو. سألوا الله العافية ولا تتمنوا لقاء العدو. لكن إذا لقيتم فاثبتوا، مش قبل ما تلقى العدو تقول بس وريني الأعداء يا رب هتلاقيني جسور، وبين أول ما يقربوا ياما ويديهم ظهر. ما ينفعش، ما ينفعش كده. شوف النبي بيعلمك انك انت باستمرار تقف مع ربك وقفة العبد. افعل يا عبدي كذا، اجري عليك كذا كذا، لا اختيار لك معي، لا اختيار، انا عبد الله. والعبد لا اختيار له مع مولاه ولا ذمة مالية له مع مالكه. كل ما عندك هو ملك الله، ما فيش ذمة مالية للعبد اصلا، ما يملكش مع سيده ولا يختار مع سيده. وضب الشنطة يا عبدي هنسافر دلوقتي، تقول له فين؟ يتخانق معاك، ايه فين دي؟ انت مالك؟ انت توضب الشنطه وتشيلها، هنسافر دلوقتي. طب هنسافر ماشي ولا في الطياره ولا في العربيه؟ الماركت ايه؟ وفي اي طريق؟ ما تسالش، انت تمشي مع مولاك على ما يريد، حيثما اقامك هي ارادته، وهو لطيف بك حيثما اقامك، واجعل اختياره هو عين اختيار قلبك. ثم بعد لذلك تتذلل إليه بلسانك تعبدا حتى لا تظهر أنك مستغن عنه، لأنك إذا استغنيت عنه شعر أنك خرجت عن ملكه وهو لا يقبل، يوم يقهرك تاني. واضح؟ ويرد علينا سؤال، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم كانت رؤوسهم تخفق من النوم ثم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلون. طيب ده الرسول صلى الله عليه وسلم كان ساعات يأخر صلاة العشاء، عنده مشاغل كتيرة، كانت تجي له وفود ويجي له ضيوف ويجي له حاجات كتيرة، مشغول وهو إمام الصلاة. فتبص تلاقي يتأخر عن صلاة العشاء، العشاء تبدأ يقعد ثلاث ساعات على ما يخرج يصلي بالناس، والصحابة جايين من أعمالهم، اللي كان في الأسواق واللي كان في في الزرع بتاعه، وكان حياتهم كلها مجهود مشقة، كانش عندهم عربيات ولا تكييف ولا حنفيات في البيت ولا دورات مية، يعني كل حاجة لازم يعملها على رجليه. فيقوموا يجوا يقعدوا يستنوا النبي يطلع، يقوم تخفق رؤوسهم يناموا في محله، ويقوم يطلع النبي يقيم الصلاة ويصلوا، هم ايه النوم كابس عليهم. فهمت؟ عايز بقى يسألك هنا لحسن تفتكر الحكاية دي مخالفة لحديث النبي. هو بيجيب لك كل حاجة ايه ولو بعيدة عشان يحل لك اشكالها. فالجواب ان من بعض فوائد الإقامة ذهاب النوم والغفوة والغفلة. هو النبي لما بيجي والناس كانت متساقلة وقاعدة نايمة بيصلي على طول يقول الله أكبر، ولا يقول لهم أقيموا الصلاة ويقولوا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله؟ الإقامة دي في حد ذاتها بتضيع النوم من عينيهم وتجعلهم يتيقظوا من غفلاتهم، وتضيع الوسن، لأن ذكر الله يحل أول إيه؟ أول عقدة من العقد اللي بيعقدها الشيطان على قافية إيه؟ أحدكم إذا نام، فإذا ذكر الله حلت عقدة، مش كده؟ وإذا توضأ الثانية، وإذا صلى خلاص أصبح نشيطا طيب النفس. يبقى بيحل لهم العقد بإيه؟ بالذكر. وهم كانوا على وضوء، يبقى العقدتين محلولين، دخلوا في الصلاة اتحلت التالتة. فهمت بقى إزاي؟ واضح؟ وحضور القلب. بعض فوائد الإقامة ذهاب النوم والغفلة وحضور القلب، لأنه إذا قال المقيم للصلاة الله أكبر ثار جيش الإيمان وتيقظ من الغفلات على اختلافها. يقوم جيش الإيمان يتيقظ في القلب، يروح على جند الكسل يقتلهم، ما بقاش في كسل. فهمت بقى إزاي؟ أول ما يقول الله أكبر الله أكبر جيش الإيمان كله يتحفز فيقتل كل جنود الايه ابليس اللي هي اصلا جايه لك بالكسل والنوم وعدم ايه وعدم اراده القيام بالصلاه، بل اراده النوم والخلود والراحه. ويقول اشهد ان لا اله الا الله، بعد ما الجيش دخل بالله اكبر قتل الغفله، يقوم يجي النور ينوره بلا اله الا الله. تباح حلاوه بقى الذكر ازاي الاوليه بتفهم ايه اثر الاقامه في القلوب، يشرح حالك. فاول ما يقول له لا اله الا الله تنور القلب وجاء العون
بعدها أشهد أن محمد رسول الله، ثلج اليقين وانتشرت الرحمة اللي بيها يستمد العون لملاقاة الرب. حي على الصلاة قوي العزم، حي على الفلاح أحدثت الجد وحسن العبادة. الله أكبر تكرر الاعتصام وجاءت الهيبة. لا إله إلا الله استسلمت النفوس وراحت الأوهام وتكامل جد الباطن بتكرر الهيبة والإخلاص والظاهر بالإذعان والانقياد. فإن بقي على كمال تحليه كما وصفنا لم يعد النوم إليه لحد ما يخلص الصلاة. خلاص فانجل بقى، صح صح بقى، طالما فضل على الحالة الكمال دي. وإن أدركه ريح الغفلة، ممكن تبتدي مصحصح في أثناء الصلاة تبقى عايز تنام بقى تكسل تاني، جاءته عاهة النوم فحلت أحكام الشريعة عقد صفقة القربة وهي الصلاة وأباحت له النوم في الحالة دي. يبقى بينشطك قبل الصلاة، دخلت في الصلاة فضلت النشيط كمل، في أثناء الصلاة تعبت، قامت الشرع جاء ما جعل عليكم في الدين من حرج، نام. شفت بقى الرحمة؟ لكن أنت ما تنامش قبل الصلاة، لا ابذل جهدك وبعدين مع الجهد ظهر العجز، نام خلاص ربنا يعذرك. لكن مش قبل الصلاة تقول أنا عاجز وتروح نايم. النبي كان يستعيذ بالله من العجز والكسل. فهمت؟ ودي بتحصل في صلاة الفجر كتير. خد بالك صلاة الفجر دي مهمة. وأباحت له النوم وأنذرته بأداء ما تعمرت به الذمة إلى وقت التخليص من عاهة النوم بعد تنظيف المحل بالطهارة التامة. يعني ما يقوم بقى تاني يتطهر ويتوضى تاني وينشط تاني. ولهذا قال في الصلاة ولم يقل قبل الصلاة، قال إذا نعس أحدكم في الصلاة، ما قالش قبل الصلاة. واضح؟ يعني بيخلي أمته أهل جد واهتمام، مش منتظر الإيه؟ إن بس يبقى النوم جاي له كده من بعيد يروح نايم له منتظره، لا زي أهل الكسل. لا. وهنا سؤال في قولي حتى يذهب عنه النوم وإن خرج الوقت، أو معناه ما لم يخرج الوقت. هل وإن خرج الوقت ولا ما لم يخرج الوقت؟ يعني إذا اتسع الوقت يخرج وينام ويبقى يقوم يلحق الصلاة، ولا لو ضاق الوقت يتحامل ويكمل؟ فهم؟ أدي السؤال. احتمل، لكن الأخذ بالأحوط أولى وإن كان الاحتمال على حد الاحتمالان على حد واحد، فينبغي أن تكون فيه تلك الأربعة وجوه التي بينها العلماء. أربع وجوه اللي بينها العلماء اللي هي إيه؟ إن خرج الوقت يعني يترك ينام، وإن خرج الوقت أدي احتمال، احتمال تاني ينام ما لم يخرج الوقت، والاحتمال الثالث إن كان الوقت فيه اتساع ينام وإن ضاق الوقت لا ينام. واضح؟ أدي الاحتمالات. وهو الأحوط مثل فعله صلى الله عليه وسلم في الوادي وغيره، لما ناموا في الوادي لحد ما طلعت الشمس ورأى عليهم صلاة الفجر في إحدى غزوات النبي، قال لهم إيه؟ اتركوا بقى هذا الوادي فإن فيه شيطان، وتقدموا وتوضوا وصلوا وخلاص، مش حاجة. المهم لما يأتي وقت الكمال تأتي العبادة على الكمال. والله تعالى أعلى وأعلم. ونكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا وفقهنا ونورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.